سامعني يا شباب ولا؟ السلام عليكم. عليكم السلام يا دكتور. لا الصوت ضعيف قوي. الو، صوتك مسموع يا دكتور. طب تمام. كل عام وانتم بخير يا شباب. حضرتك بخير يا دكتور. باي. وانت بخير يا دكتور. باي. هنكمل ان شاء الله موضوع الاندوكرينولوجي. يعني احنا اخذنا في الاندوكرينولوجي كان على الدايابيتس، وزي ما اتفقنا موضوع الدايابيتس كبير ومهم جدا، ما كانش ينفع ناخد جنبه اي حاجه تاني. فنكمل الجزء الاندوكرينولوجي، ونكمل تاني حاجه مهمه جدا هي الثايرويد. ثايرويد ستراكشر. ثواني بس ارد على اللي فكمل الثايرويد ديس فانكشن. At least 2 to 3% of women are affected by thyroid dysfunction. ممكن يا دكتور تكبر بس السكرين؟ حاضر. كده كويس؟ كده كويس، اكبر تاني. تمام كويس. All informations today from strategy and top articles. At least 2 to 3% of women are affected by thyroid dysfunction. First, I wanted to go back to physiology. As you know, the hypothalamus secreting the thyroid releasing hormone. This hormone action on the pituitary. Pituitary gland releasing the TSH. TSH affecting the thyroid gland in the presence of iodine and the thyroglobulin, and very important enzyme, what we call the thyroid hyperoxidase enzyme. This very vital element in the process of thyroid function T3 and T4. The result, the formation of T3 and T4. More potent T3, is more potent than T4, and about more than 99 plus of T3 and T4 are binding to what? To thyroid binding globulin. But during the pregnancy, what happened related to the thyroid binding globulin? Is increased or decreased? Had the faker? Thyroid binding globulin increased or decreased during pregnancy? Increased. طيب سؤال بقى نظر بطريقه ثانيه، احنا بنعتمد during pregnancy على التوتال T3 and T4 or free T3 and T4؟ لا الفري. لا الصوت ضعيف جدا، مش عارف ليه يا جماعه. الفري دكتور ثروت. الفري، اوكي تمام. ليه؟ لان احنا اصلا الثايرويد بايند جلوبلين دبل بيزيد، بيزيد، فبالتالي توتال فولس اللي بيزيد. برافو عليك. فاحنا لما بنيجي نحسب التوتال بنحسب ازاي؟ التوتال عباره عن التسري
ماينس الثيرويد بايند جلوبولز بلس 3T3. فال 3T3 اند T4 موستلي ذا سيم، ما بتغيرش، لكن اكشوالي بيزيد التوتال T3 اند T4 ومتاح ما اعتمدش عليهم ابدا في التشخيص دوري البريكتس. تمام؟ طيب also during the pregnancy increase the demand of T3 and T4. ليه؟ لان طبعا بيبقى في ال HCG increase ال HCG which is نفس الالفا سب يونت بتاع ال TSH وده كروس البلاسنتا. المهم في النهايه بيحصل ايه؟ النيجاتيف فيدباك ويتم ايه؟ السايكل في النورمال بوبوليشن. طب ال TSH تفتكروا كان كروس بلاسنتا اور نوت؟ ثايرويد ستيمولينج هرمون كان كروز ذا بلاسينتا؟ ذس تي اس اتش كان كروز بلاسينتا اور نوت؟ لا نوت باس، السيروكسين هو اللي بيعدي البلاسينتا. برافو عليك، برافو عليك، لازم تكروز ذا بلاسينتا. وعشان كده احنا عندنا الفيتس بيعتمد توتالي على التي 3 والتي 4 بجانب المذر لحد ممكن لحد الاسبوع الويك 12. يعني من ويك 10 تو ويك 12 بيستار ان يبدا يعمل يكون تي 3 اند تي 4. طيب احنا قلنا في انزيم مهم جدا قلنا اللي هو الثايرويد بريبريس انزيم، ده مهم جدا في عمليه البروسيس اوف تي 3 اند تي 4. ده بيبقى في اوتو انتي بودي ستورد ذيس انزيم، ده اللي بيعمل هايبوثايرويدزم. وعندنا طبعا الثايرويد انتي بودي اللي هي ستيمولييتنج انتي بوديز دي اللي بتعمل الهايبر ثايرويدزم. فالثايرويد جلاند عباره عن قلنا اسمس تو لوبس از ذا اونلي سورس اوف ثايروكسين تي 4 اند تي 3 اباوت 20%. ايودين از ريكوايرد فور ذا فورميشن اوف ايدوثايرونين اند ذا ماجوريتي اوف تي 3 از فورم فروم ذا بريفرال كونفرشن اوف تي 4. ان ذا بلازما زي ما اتفقنا تي 4 وتي 3 اولموست انتايرلي باوند للبلازما بروتين، بات اونلي ذا فري هرمونز are biologically active and available to the tissues. These levels are tightly regulated by negative feedback system involving the hypothalamic pituitary thyroid axis. TSH is secreted by the anterior pituitary, which is to lead the thyroid to senses T4 and T3, which in turn inhibit DHS senses. Thyroid hormone increased by about 10 to 20% with increased vascularity and rise in thyroglobulin during the pregnancy. This is due to the HCG stimulation and relative iodine deficiency. Hepatic sense of thyroid binding globulin is increased by twofold during the pregnancy at week 20. This results in increase in the total T3 and the T4, and therefore these measurements are unreliable when assessing thyroid function in pregnancy. However, level plateau at around 20 week of gestation. Level of free T4 and free T3 may rise in the first trimester due to HCG thyrotropic effect, but then remain in the normal range. TSH is usually within normal limit in pregnancy, but can be suppressed, particularly in the first trimester, because there is negative correlation that exists between TSH and HCG level in the first half of pregnancy. TSH receptor antibodies may cross the placenta. يبقى احنا ال TSH هو كان ممكن cross the placenta, but the antibodies can cross the placenta. When present in high concentration, but the titer decrease with the progression of pregnancy. وعندنا طبعا احنا اثناء البريجنسي لازم بنمشي على ال TSH reference range. ده مهم جدا نبعت فيه. لان في السيناريو في السؤال بيبقى حاطط تي اس اتش ريفرنس رينج، بناء عليه احنا هنعرف بقى هل في انكريز او في ديكريز اكوردنج تو ذا تي اس اتش ريفرنس رينج. فديورنج ذا فيرست تريمستر التي اس اتش 0.1 يعني فيرست 1 سكند 2 3 3 0.3 نحفظها بالطريقه دي. فيرست 0.1 تو 2.5 سكند 0.2 تو 3 third 0.323. ده مهم جدا الترايمستر سبيسيفيك تي اس اتش ريفرنس رينج. طيب
في الفيتال اللي هو السايتوتروبيك هرمون والبي اس اتش سينس اوكيب باي 8 تو 10 ويك اوف جيستيشن. يعني ممكن دي تيجي حته سنجل بيست انسر. بيبدا الثايرويد السايتوتروبيك هرمون والبي اس اتش سينسز باي 8 تو 10 ويك. الثايرويد هرمون باي 10 تو 12. تي اس اتش وسعود بند جلوب وفي تي 4 ان تي 3 انكريس اوت ستيشن. ماتيرنا تي اس اتش دازنت كروز ذا بلاسنتا. هاويفر ماتيرنا تي 4 ان تي 3 كروز ذا بلاسنتا ان سمول كوانتيز اند از امبورتنت فور ايرلي فيتال بروس. طب يا دكتور هو المفروض التست اللي بنعتمد عليه في البريجننسي هو التي اس اتش ولا الفري 3؟ احنا لو احنا عندنا هايبوثايروديزم عندنا هايبر ثايروديزم. اه تمام. انت لو عندك هايبو تعمل لي كده، احنا كده كده بنعمل التي اس اتش والتي 3 وفري 3 وفري 2. اه بس ساعات بيقول مين الموست ريليبل اللي بعتمد عليه اكتر واحد بعدين انت اكوردنج. لا مش اكتر ريليبل. احنا دلوقتي لو انت شاك ان العيان ده هايبر ثايروديزم فانت مين اللي هتعملي التي 3 والتي 4؟ لان عندنا في الهايبوثايروديزم في حاجه اسمها اوفر هايبوثايروديزم وعندنا سب كلينيكال هايبوثايروديزم. فانت هتعملي الكل، هتعملي التي اس اتش وهتعملي الفري تي 3 والفري 2. طيب شوف السؤال ده كده يا دكتوره اتفضلي. 34 years old lady is seen by her GP as she is hypothyroid on thyroxine and the son wants to start a family. Which of the following statement is true about the physiological changes in pregnancy? Decrease level of thyroxine binding globulin? لا. Reduce the clearance of thyroxine binding globulin? Decrease the glomerular filtration rate? بيزيد. Decrease the clearance of free thyroid hormone? Decrease clearance of الايودين. الفهم الكلام اللي احنا قلنا عليه دلوقتي، ايه تفتكر ايه الاجابه الصحيحه في السؤال ده؟ clearance دي غلط. Decrease clearance of thyroid hormone يعني thyroid hormone بتزيد. Decrease دي غلط. Reduce clearance of thyroid binding. فهو thyroid binding globulin بيزيد يبقى ممكن. ايوه قوي تمام بس كده صح كده. هو thyroid binding globulin بيزيد فبالتالي مش reduce clearance. تمام تمام. عندنا طبعا في ريسك فاكتور للثيرويد ديس فانكشن لما يبقى في هيستوري اوف ثيرويد ديس فانكشن او ثيرويد سيرجري، فاميلي هيستوري اوف ثيرويد ديزيز، جويتر بوزيتيف اوتو انتي بودي، كلينيكال سيمتوم اند ساينز اوف هايبوثايرويدزم، دايابيتس تايب 1، هيستوري اوف ميسكارج اند بريتيرم ديليفري، اذر اوتو اميون ديس اوردرز، هيستوري اوف سب فيرتيليتي، هيستوري اوف ثيرابيوتيك هيد اند نيك راديشن، الـ age more than or equal 30، previous treatment with amiodarone، previous treatment with lithium، recent exposure to iodinated radiological contrast agent. هو طبعا التيبل ده اهميته ان ممكن برضه في single best answer which of the following is a risk factor for thyroid dysfunction. ففي حاجات مشهوره وممكن تعدى على ناس كتير، يعني الامايدارون والليثيوم دول ليهم علاقه كبيره جدا بعمليه ريسك فاكتور للثايرويد ديسفانكشن. تايب 1 دايابيتس، هيستوري اوف سب فيرتيليتي. يعني نبقى مركزين في النقاط دي اللي ممكن يجي سؤال يعني بسيط جدا جدا وممكن الواحد يتلخبط فيه في الاكزام. كوز اوف ثايرويد ديزيز ايزر هايبوثايرويدزم اور هايبر ثايرويدزم. هايبوثايرويدزم برايمري اوتو اميون، اتروفيك ثايرويدايتس، هاشيموتو، ايتروجينيك، راديو اكتف ايدين، ثايرويدكتومي، انتي ثايرويد دراجز. بمناسبه الامايدارون قبل ما انسى، احنا قلنا الامايدارون ده ايه يا شباب؟ حد فكرنا بيه كده؟ ده تبع اي كلاسيفيكيشن اوف دراجز؟ ده انت واضح ان شهر رمضان ما حد ذاكر فيه حاجه خالص. الو؟ لما يدورون تبع اي كلاسيفيكيشن يا شباب؟ طب ذكرناه في حالات ايه؟
سامعيني ولا ما حد سامع؟ الو احنا سامعين. تمام. الابيضرون ده انتي اريزمك يا شباب، وقلنا ده احنا استخدمناه في حالات في حاله الماتيريال كولابس كاردك اريست لو انتوا فاكرين. يعني احنا قلنا لو الكاردك اريست سببه فنتركل فيبريليشن اور فنتركل تاكي كارديا، من ضمن الميديكيشنز اللي احنا بنديها بندي امايدرون، والامايدرون نوت ريكومندد ديورنج بريجنسي. ليه؟ لان بيعمل حاجه زي الثايرويد ديس فانكشن كده. لكن طبعا في حاله الكاردك اريست انا مضطر اديه، لانه ذا موست افكتيف انتي اريزميك ان ذيس سيتويشن. لكن هو اصلا الامايدرون نوت ريكومندد از انتي اريزميك ميديكيشن ديورنج بريجنسي، لكن ده بنديه في حالات الامرجنسيز. اوكي. سكند هايبوثايرويديزم بيتوتري فيلير تيومر تيرشري هايبوثالاميك فيلير. الهايبرثايرويديزم اوتو اميون موست كومن كوز جريفز ديزيز، اباوت 90% اوف ذا كيز اوف هايبرثايرويديزم تو جريفز ديزيز. توكسيك نودر جويتر، توكسيك ادينوما، سب اكوت ثايرويدايتس، ايودين ثيرابي، دراجز امايدرون اند ليثيا. اجين what's the key point in thyroid dysfunction? Thyroid disease is the most common endocrine problem after diabetes. Most common endocrine problem diabetes followed by thyroid. Universal screening is not recommended. طيب احنا لسه هنتكلم دلوقتي عن hypothyroidism، ولسه في حاجه اسمها over hypothyroidism وفي subclinical hypothyroidism، وهنقول ايه الديفرنس بين الاثنين. Overt maternal hypothyroidism is associated with subfertility and increased rate of pregnancy loss and can affect the development of fetal brain. Pregnancy itself probably has no effect on hypothyroidism. There is insufficient evidence to support levothyroxine replacement therapy in preventing adverse outcome related to subclinical hypothyroidism. Graves' disease improved during pregnancy, but may worse in the first trimester and postpartum. Untreated cytotoxicosis is dangerous for both mother and fetus. عشان كده انا بسأل السؤال، what's يعني hypothyroidism or hyperthyroidism which is more dangerous during the pregnancy؟ الهايبرثايرويدزم. تمام. لان ممكن تعمل ايه بالظبط؟ تعمل جويتر. تمام، الاثنين ممكن يعملوا جويتر على فكره. لكن ايه اللي هيموت؟ كرايسيس، يدخل في كرايسيس. يعني تخش في ايه بالظبط؟ هارت فيلير. هارت فيلير يا جماعه. احنا قلنا الهارت فيلر ده في حاله في ديزيز تاني قبل كده. مين فاكر؟ في ديزيز تاني احنا قلناه، وقلنا ده يعتبر 50% of these cases can lead to heart failure and the most common cause of this. ثلاسيميا يا شباب، مالكم بس ثلاسيميا؟ مش احنا قلنا البيتا ثلاسيميا الموست كومن كوز اوف ذيس هارت فيلير؟ اوكي. فانتي سايتوكسكوز از دينجرس فور بوث ماذر اند فيتس. نيونيتال سايتوكسكوز دي تو ترانس باسنتال باسج اوف ثيرويد ستيمولينج انتي بادز از رير بات اسوشيت ويز هاي مورتاليتي. عندنا تو ميديكيشنز احنا بنستخدمهم في الهايبرثايرويدزم، هنتكلم عنهم دلوقتي، اللي هو الكاربامازول والبروبايل ثيرويد. بوث can cross the placenta. And the lowest possible maintenance dose should be used to reduce the risk of fetal hypothyroidism and weight. Women at high risk of vitamin D deficiency should have replacement through pregnancy, and all women should advise it to have 400 international units per day vitamin D. The main term on hyperthyroidism, in essence, about 2.2% of pregnant women hyperthyroidism. Over the hyperthyroidism means serum TSH below
ذا ترايمستر سبيسيفيك ليف اللي احنا لسه قلناه في الجدول اللي فوق. ويز اليفيتد تي 3 اور تي 4. يبقى اوفر ذا هايبرثايرويديزم مينز سيرم تي اس اتش بلو ذا ترايمستر سبيسيفيك رينج ويز اليفيتد تي 3 اور تي 4. The most common cause of hyperthyroidism Graves' disease about 90% of the cases. Toxic nodular, toxic multinodular, hydatiform mold, dehydatiform mold, مش هي. Hyper emesis graphidia. Graves' disease affecting up to 1% of pregnancies and is an autoimmune condition characterized by suppressed TSH, high T3, T4, and the presence of TSH receptor stimulating antibodies. Like other autoimmune conditions, it improves during the pregnancy, allowing reduction in the dose of medication, but it may worsen in the first trimester and postpartum. Antibodies close the placenta and cause fetal cytosis in the form of thyroid enlargement, growth restriction, high drops, presence of goiter, advanced bone age, tachycardia, cardiac failure, and neonatal cytosis. The mortality rate from Graves disease up to 20%. طبعا if not controlled يا جماعة, if not controlled, gestational cytosis about 1 to 3%. النسبة دي مهمة. احنا عندنا في حاجة اسمها gestational cytosis بتحصل between 1 to 3% of all pregnancies and the most common cause of biochemical hyperthyroidism in the first trimester and is second to a very high level of HCG. زي ما اتفقنا ان الفا سبيون بتاع TSH similar to HCG, which means that HCG combined to the TSH receptor on the thyroid is stimulating T3 and T4 release and suppressing the TSH production. About 45% of women with hyperemesis gravidarum will develop gestational cytosis, and it is commonly seen in molar and multiple pregnancies. كان بحتكلمنا عليه في الهايبرامسيس. والنسبة دي مهمة بتاعت 45% بتاعت الهايبرامسيس. وطبعا احنا قلنا في الحالات دي ما بنديش انتي ثايرويد ميديكيشنز, جاست ان احنا بنظبط الهايبر اميسيس بال كان الفانكشن ريتيرن تورد ذا نورمال. تريتمنت اوف انتي ثايرويد ميديكيشن ار نوت انديكيتد. فيسيولوجيكال سيمبتومز ان بريجنسي ار سيميلر تو سايتوسكوز وانكريز ميتابوليك ريت, بيبقى في بالبيتيشن وهيت انتولرانس, هاويفر فيلير تو جين ويت ديسبايت جود ابيتايت, tremors and the persistent tachycardia are the most sensitive symptoms. طب ايه مشكلتي بقى في الهايبرثايرويديزم if uncontrolled؟ if uncontrolled عندي maternal وعندي fetal risk. in the term of preeclampsia, thyroid storm and thyrotoxic heart failure, both are acute and life-threatening conditions in pregnancy caused by excessive thyroid hormone. Clinical features, fever, tachycardia, cardiac dysrhythmias, CNS dysfunction. So treatment should be carried out in the critical care setting with anti-thyroidal medications, steroid, beta blockers. زي ايه ايه المشهور في البيتا بلوكر اللي بيستخدمه في الـ في الهايبرثايرويدوزيس؟ ميكروبرولان لو. And supportive measures such as temperature control. طبعا احنا البيتا بلوكر بنستخدمه في الـ يعني لما يبقى في عندي انديكيشن لي وانس ان الهارت ريت بدا يرجع للنورمال, انا بوقف البيتا بلوكر ديورنج بريجنسي, لان في بعض الايفيدنس بتقول له ليه علاقه بالسمول فورستيشنال ايج سمول بيبي. تمام, لكن طبعا لو عندي محتاجه عشان محتاج, انا خايف العيان تخش في اي حاجه من السويد ستورم او سايتوكس كارت فين هديه طبعا. وانس ان الهارت ريت رجع للنورمال خلاص بوقف البيتا بلوكر واكمل على باقي الميديكيشنز. فيتال جروث ريستريكشن, بريماتيوريتي, ستيل بيرث, فيتال اور نيونيتال سايتوكسكوزس,
the neonate of mother with Graves' disease may be full of goiter and hyperthyroidism due to transplacental transfer of stimulatory TSH receptor antibodies. It's important to identify the hypothyroid woman who has previously treated for Graves' hyperthyroidism because she should be tested for antibodies and receive fetal antenatal surveillance and neonatal observation potentially if the mother is found to be positive. Neonatal cytotoxicosis treated with antithyroid hormone drugs and beta blocker, it usually subsides within 6 months, but if untreated, and about 30% mortality rate can happen. Neonatal hypothyroidism can also occur due to placental transfer of maternal antithyroid drugs. Or rarely from placental transfer of blocking antibodies. طبعا كل ما حدش يقول لك يسمع لك ويقول لي ايه الريسك بتاعت لكن ده احنا بنتكلم هنا عشان زي ما اتفقنا ده موضوع مهم وبيجي في حتى بارت 3 بتيجي حاله الجريفز ديزيز دي كومنلي ستيشن فانت تبقى فاهم احنا هاو تو كونسل البيشنت اباوت وات از ذا افكت اوف ديزيز اون بريجنسي اند افكت اوف بريجنسي ديزيز از ان اي ميديكال ان ميديكال اوربتس مانجمنت اوف هايبر ثايرويدزم عندنا الكاربامازول والميثيمازول دول اللي هو الاكتف بارت بتاع الكاربامازول اد اور بروبايل ثايروفي طيب المعلومه اللي احنا عايزين نقولها طبعا از ان ميديكال ان ميديكال ديس اوردر ذا تريتمنت وذا مانجمنت نيد جوينت كلينيك بس احنا لازم نبقى طبعا عارفين ايه اللي بيحصل في الجوينت كلينيك انت وان اوف ذا ممبرز اوف ذا مالتي ديسيبلينري تيم اللي هو بيتعامل مع الحالات دي اصلا لكن مين اللي هيدي يوصف الميديكيشنز دي؟ مين اللي هيوقف ده او هيعمل شيفت الانظر الميديكيشن هو الاندوكرينولوجيست. تمام؟ بس مبدئيا لو جينا سيناريو مثلا عيانه ات بوكينج وهي معروف ان هي هايبرثيرويديم وماشي على اي نوع من الميديكيشن دول سواء كان كاربامازول او بروبايل ثايوراثي. وطفك ايه اللي ماشي عليه من النوعين دول؟ ما دام هي العيانه كنترول ان وان اوف ذيم سو ذير از نو نيد تو تشينج ده مبدئيا نو نيد تو تشينج اند اكوردنج تو ذا اوبينيون اوف اندوكرينولوجيست بس احنا نبقى فاهمين البيزك برنسبل يعني لو العيانه كنترول على اي منهما خلاص مفيش مشكله لكن لو هي العيانه جاست لسه ما ابتديناش علاج واحنا اكتشفنا هذا الموضوع during the first trimester بنبدا بالبروبايل ثايروثي فيرست تريمستر اند ذن تشينج تو كاربامازول ان ذا سكند تريمستر وطبعا هنقول ليه دلوقتي فدي اللي هي الميديكيشنز اللي احنا بنقول اوف ذيس بروس ذا بلاسنتا بات بروبايل ثايروثي ليس سوزان كاربامازول لكن الاثنين كروس بلاسنتا طيب ليه انا بقول ان احنا او الجايد لاين يعني او التوب ارتكل بيقول ان ليه بنغير من البروبايل نبدا بالبروبايل ثايروسين ونغير في السكند ترمستر للكاربامازول لان الكاربامازول بيعمل مشكله في البيبي حاجه اسمها فيتال ابليزيا كيوتس دي بتبقى زي السر كده في السكالب تمام ونفتكرها هذه السي كيوتس مع الكاربامازول سي مع السي ودي ريفرسال عشان كده بقول لك اتز نوت ماتر يعني لو العيانه ماشيه على اي منهما خلاص بكنترول اوكي ذيرز نو نيد تو تشينج لو هي ماشيه اصلا يعني العيانه نون هايبر ثيرابيزم وماشيه على كاربامازول وجت في البوكينج مش هقول لها احنا غير لها بقى من كاربامازول لبروبايل وبعدين نغير تاني الكلام خلاص هي اي يعني ماشي عليه وكنترول ده عليه خلاص لان ايفن ده حصل ده ريفيرسال البروبايل سيرجي دازنت كوز فيتال انومالي بات ات از رير بروف ان كوز اوف ماتيرنال ليفر دامج دي بقى ليه فكره بقى ان احنا نغير بقى في يعني في السكند تريمستر لان في بعض الايفيدنس بتقول ان البروبايل سيروسيد ممكن يعمل ماتيرنال ليفر دامج او للمذر ولو انتوا قريتوا التوك ارتكل مره كاتب للمذر ومره كاتب للبيب لكن هي ديفنتلي لو حصل للمذر ممكن يحصل للبيب فالبروبايل سيروسيد
مشكلته ان هو ممكن يعمل ماتيرنال ليفر دامج، وفي بعض الحالات يعني في حالات ريكورد ان احتاجوا ليفر ترانسبلانت. لكن الموست كومن سايد افكت مع اي من الانتي ثايرويد ميديكيشن مهم جدا ماتيرنال ادرينوسايتس، دي مع الاثنين، مع الكاربامازول ومع البروبايل ثايروسيت. ولهذا مهم جدا جدا ان احنا بندي البيشنت الانتسون ديورنج انت انتر كير، لازم احنا بندي البيشنت انستراكشنز لو حصل اي فيفر سور ثروت، يبقى لازم العينه دي توقف الميديكيشن وتروز ايميديت ميديكال ادفايس، نوقف الميديكيشن وندي علاج طبعا، عشان ده معناه ان العينه ممكن تكون دخلت مننا في جرانيوسايتوزس من الانتي ثايرويد ميديكيشنز. يعني دي اهم نقطه، وممكن في الاكزام بيجي اسئله كتير جدا في السنجل بيستانس. ف البروبايستوزون ان ذا فيرست تريمستر زي تشينج الكاربامازول فور ذا سكند اور ثيرد تريمستر. الديسيجن از بتوين سمول ريسك اوف فيتر ابنورماليتيز اند سيميلر سمول بات الريال ريسك اوف لايف ثريتنج ماتيرنال ليفر فيلير كان هابن ويز بروبايل سيروسي. سو ات از ابروبريت تو ليف ويل كنترول وومن اون كاربامازول اور الام ام اي اللي هو الميثيميثول ان ذا فيرست تريمستر اوف بريجنسي. ان تيرمز اوف بريست فيدنج نو بروبلم. But probiotic cyrosine is preferred if treatment is required because negligible amount are secreted in the breast milk. يعني برضو الاثنين في البريست فيدنج نيجليجبل اماونت، بس بروبايل سيروسيت از بيتر ريجاردنج تو ذا بريست فيدنج. تمام؟ بلوك اند ريبليس ريجيمين شود نوت بي يوزد. يعني دي طريقه للكنترول الهايبرثايرويديزم، ولكن طبعا دي نوت ريكومندد ديورنج بريجنسي. ليه؟ لان لو بندي لارج دوز من الانتي ثايرويد ميديكيشنز، الانتي ثايرويد دراجز كان كروس ذا بلاسنتا، تمام، وتعمل لنا مشاكل فيتال هايبوثايرويديزم اند جوينت. سو بلوك اند ريبليس ريجيمنت شود نوت بي ريكومندد ديورنج بريجنسي. طيب لو هل السيرجن هل في روم للسيرجن ديورنج بريجنسي اور نوت؟ سيرجري از ريلي بيرفورمد ان بريجنسي، ولكن لو انا عندي اللارج ماس، لو عندي اني بوسيبيليتي ان تكون الماس دي كانسر، ففي الحاله دي هنعمل الجراحه ونعملها في السكند تريمستر. يبقى سيرجري از ريلي بيرفورمد بات ات از بوسيبيليتي اف ذير از دراج ريزيستنس، ادينا ميديكيشن والعين نوت كنترول، او عندنا سيريس سايد افكتس اند سو ذات لايك اجرانوسيتوز زي ما اتفقنا، او عندي لارج ماس وعامله اوبستراكشن للبيشنت، اور اني سسبيشن اوف كانسر. طيب هل في رول راديو اكتف ايدين؟ راديو اكتف ايدين از كونتر انديكيت دورنج بريجنسي اند بريست فيدنج. ولو استخدمنا راديو اكتف ايدين براير تو بريجنسي، المفروض البيشنت دي بنديها ادفايس ان هي نوت تو بي بريجننت ات ليست 6 مانثس افتر تريتمنت. كل الكلام ده يا جماعه مواضع اسئله. Either a woman should be treated with surgery or radioactive iodine prior to pregnancy. Thyroid function should be monitored every 4 to 6 weeks and the 3 to 4 should be kept at or moderately above the normal reference range. واضح الكلام ده؟ اي سؤال في النقطه في النقاط دي يا شباب؟ لا يا دكتور. تمام. تمام. ده فلوت شارت جميل جدا من الاستراتيجي. لو عندنا offered hyperthyroidism in pregnancy، هل في history prior to conception or no؟ If there is history prior to conception, check thyroid stimulating hormone at initiation of the prenatal care. Adjust probiotic thyroid or methimazole in 50 microgram or 10 milligram increment respectively. Therapeutic goal
ان انا عايز ال 3 to 4 1.2 to 1.8 نانو جرام بر دي سي لتر. طب لو هو نيو دايجنوز، نيو دايجنوز ديورنج ذا بريجنسي انشيت ابروبريت اند ثايرويد دراج اوف جستيشن اوف برزنتيشن بروبايل ثايروثين 100 to 150 3 تايمز بير داي اور الميثيمازول 10 to 20 ملي جرام توايس ا داي اور كاربامازول 15 to 40 ملي جرام داي. ونعمل تشيك لل 3 to 4 in about 4 to 6 weeks to adjust probiotic ثايروثين or ميثامازول in 50 microgram or 10 microgram incremental doses. فلو تشارت جميل جدا يعني بيفهمنا الماب بتاع التعامل مع حالات الهايبر سايكلز. دي اللي هي الصوره للابليزيا كيوتس بتاعت الكاربامازول، قلنا السي مع السي عشان ما تلخبطش في الاثنين. يعني مين اللي بيعمل الابليزيا كيوتس دي؟ سي مع الكاربامازول. وده سبب التشينج ان احنا بنغير او بنبدا بالبروبايل ثايروسيل، يعني الريجيم اللي ماشيين عليه بنبدا بالبروبايل ثايروسيل فيرست ترايمستر زين تشينج تو كاربامازول في السكند ترايمستر. عشان خايفين من الابليزيا كيوتس اللي بتحصل من الكاربامازول في الفيرست ترايمستر، وبنحول في السكند ترايمستر عشان خايفين من الليفر امبيرمنت اللي ممكن يحصل من البروبايل ثايروسيل. يكتبوا لنا ده ديفكتيف سكان اهو، وده ريفرسبل زي ما اتفقنا. بروبايل ثايروسيل ذا بريفيرد ايجنت بيكوز كاربامازول ار سويت ويز كومبليكيشن في الابليزيا كيوتس ذا فيتس. هاويفر because this complication is very rare and relatively benign, it may not be necessary to change over to propyl ثايروسيل in a woman who is in stable in carbamazole open conformation of the pregnancy. ودي الجمله اللي احنا قلناها في اول الكلام. يعني لو العيان هي نون هايبر ثايروسيل وماشي على اي من هما وكنترولد، خلاص نون not necessary to change. دي حتى لو دي very rare انها تحصل وreversible and relatively benign. لكن لو مش معروف واحنا اللي اكتشفنا هبدا زي ما احنا بنقول كده بروبايل ثايروسيل فيرست ترايمستر زين تشينج تو كاربامازول في سكند ترايمستر. ليه انا بقول كل ده؟ لان ده ديفرنت سيناريوز ممكن تيجي. بقول لك نبدا باي ريجيم اكوردنج للسيناريو اللي قدامك هتجاوب. احنا بنأسس الفيتال والبينج ان احنا خاصه في طبعا في الجريفز ان احنا بنعمل ميجرنج للانتي بوديز at 20 to 24 week gestation في العيانين اللي هم عندهم current Graves disease او history of Graves disease and treatment previous neonate with Graves disease previous ill-fed antibodies. بنعمل serial ultrasound looking at the fetal heart rate growth amniotic fluid fetal goiter should be performed in certain Muslim women who have uncontrolled hyperthyroidism or antibodies. All newborn of mothers with Graves disease, except those with negative antibodies and not requiring anti-thyroid drugs, should be reviewed by a healthcare professional for thyroid dysfunction and treated if necessary. Hypothyroidism in pregnancy is a relatively common condition and is over disease, affecting approximately 0.5%. If over hypothyroidism, 0.5%. عندنا حاجه اسمها اوفرت هايبوثايروديزم وسب كلينيكال هايبوثايروديزم. اوفرت 0.5 سب كلينيكال اباوت 2.5%. في ال كان اوفر اور سب كلينيكال بيبقوا بس طبعا مع الاوفرت اكتر، يعني الادفيرس افكت مع الاوفرت اكتر من السب كلينيكال. بتبقى انكريز ريسك اوف ادفيرس اوبستاتريك اند نيوتر اوتكمز. Because of the fetal requirement of maternal T4 until approximately 12 weeks of gestation and neurodevelopmental delay in this infant. فايه بقى تعريف يعني ايه overt hypothyroidism ويعني ايه subclinical hypothyroidism؟ overt hypothyroidism معناها ان عندي elevated TSH. طبعا لما نقول elevated TSH during pregnancy لازم نذكر pregnancy specific range for each trimester. In conjunction with decreased free T4 concentration. ده اوفر هايبوثايروديزم. طيب العيانين اللي هم عندهم التي اس اتش اكتر من 10 من الانترناشونال يونت اور اباف الريسبكتيف اوف ذير فري تي 4 از كونسيدرد اوفر هايبوثايروديزم.
يبقى مبدئيا اوفر ذا هايبوثايرويديزم مينز عندي انكريز الليفت تي اس اتش ان كومبير تو ذا سبيسيفيك رينج في اتش تريمستر ويز ديكريز في تي 4. طيب لما انا الاقي ان التي اس اتش اكتر من 10 10 اور اباف خلاص مش هبص انا بقى على فري تي 4 ولا غيره. في الحاله دي انا هشخص اوفر هايبوثايرويدز بالتي اس اتش بس. سب كلينيكال هايبوثايرويدزم مينز تي اس اتش بتوين 2.5 تو 10 ويز نورمال فري تي 4 كونسنتريشن. طب هل نعالج السب كلينيكال هايبوثايرويدزم ولا ما نعالجهاش؟ والله في ديبيت على هذا الموضوع. في ناس تقول نعالج وناس تقول ما نعالجش السب كلينيكال هايبوثايرويدزم. بس لو عامله سب فيرتيليتي بتتعالج. بالظبط. لو بص سبورادك كده في ناس بتديه مع السب فيرتيليتي حتى بدون ما يعملوا اي حاجه خالص. وعلى فكره بيجيب نتائج كويسه جدا. ايوه فعلا. لكن احنا قلنا بنتكلم على التوب ارتكل اللي بتقول ايه بنمشي تبع هم بيقولوا ايه. لكن انا عارف طبعا ان في ناس كتيره جدا مع السب فيرتيليتي بيدوا السيروكسين ايفن لو حتى الامور كلها كويسه وبيجيب نتائج كويسه جدا جدا. الهايبوثايرويديزم قلنا ممكن هاشيموتو ممكن بريفاس راديو ايودين ثيرابي سايد سيرجري بريفاس بوست بارتم سايدايكس هايبوتيريزم ايودين ديفيشنسي اي كومبليكيشن في هايبوثايرويديزم ان بريجنسي ماتيرنال اند نيونيتال انيميا بوست بارتم هيموريج كارديك ديسفانكشن بريكلامسيا ابرابشو فيتال ديستريس كونجينيتال ستيل بيرث كل دي طبعا حاجات مهمه. مانجمنت اوف هايبوثايرويديزم الجول بتاعنا ان احنا عايزين التي اس اتش يبقى 2.5 ملي يونت ان ذا فيرست تريمستر 3 ان ذا سكند اند ثيرد ده حسب الرينج اللي احنا جبناه في الاول. يبقى ده الجول بتاعنا. It's recommended to that to achieve this thyroxine dose should be optimized preconception and increased by 30 to 50% once pregnancy is confirmed. Further increase to the dose may be required in pregnancy. The thyroid function should be checked in pregnant women with history of over to hypothyroidism at their first antenatal visit. If the thyroid function are abnormal, alteration in the levothyroxine dosing should be done in 25 to 50 microgram increment. However, some endocrinologists will prefer to increase levothyroxine by 25 microgram daily while awaiting up to date results. Until titrated correctly. The thyroid function should be monitored every 4 to 6 weeks. If they are stable, بعد كده ممكن نعملها in each trimester. After delivery, most women will need to decrease levothyroxine dose they receive during pregnancy to the pre-pregnancy dose, unless significant increase is needed during pregnancy. While possibly suggesting adequate replacement of pre-pregnancy. And the thyroid function should be checked at 6 weeks postnatal. Thyroxine طبعا is safe during breastfeeding. Treatment, reducing incidence of miscarriage and preterm birth and improve fetal intellectual development. However, it has little impact on the hypertensive disorder and the placental abruption. There is insufficient evidence to support levothyroxine replacement therapy in preventing adverse outcome related to subclinical hypothyroidism. However, most recent, the Endocrine Society guideline recommends to treat pregnant women with subclinical hypothyroidism will evidence that fair or poor. That debate اللي بتكلمكم عنه. وده another flow chart also from strategy over to hypothyroidism in pregnancy either pre-pregnancy known or new. If history prior to conception, check thyroidosis at the initial of the prenatal care, adjust levothyroxine 25 or 50 and then to reach to the therapeutic goal. If newly diagnosed, initiate levothyroxine 1 to 2
مايكروغرام بير كيلو جرام بير داي اور 100 تو 125 مايكروغرام بير داي اند تشيك ثايرويد ستيمولينج هرمون 4 تو 6 ويكس اند ذن ادجاست سيرفيس ذا اند تو ريتش ذا ثيرابيوتيك جول اوف تي اس اتش اكوردنج تو ذا تريمستر ذا فيرست سكند ثيرد. الفلو تشارت دوت في حالات طبعا ان احنا قلنا الهايبوثايرويديزم كومبلي بتبقى سب فيرتايل يبقى في انوفيوليشن. فالبيشنت دي لو جاتني اللي هو اللي ده من التوب ارتكل مالي في هايبوثايرويديزم في الفيرتيلتي سيتنج بنعمل التي اس اتش واكورد للتي اس اتش بنمشي في الماب دوت. والله التي اس اتش لقيته 2.5 اور ليس no further action. لو TSH more than 4.5 يبقى تشيك T3 and T4 وابدا الليفوثيروبسي. طب in between 2.6 يعني اكتر من 2.2 اكتر من 2.5 to 4.5 repeat TSH with thyroid auto antibodies and according to the result you can deal. If the TSH is equal or less than 2.5 with negative antibodies, no further action. But if there is positive antibodies, monitor the thyroid function test, fetal growth in the event of pregnancy, the hazard pregnancy, and inform neonatology. Now TSH more than 2.5, انا مش محتاج اعمل انتي بودز. يعني هي يعني دي احنا هنا لو اقل بعمل انتي بودز طلعت بوزيتيف يبقى هشوف الكلام ده كله. لو حصل ان انا بعمل مونيتور سويد فانكشن وفيتال كروس لو حصل بريجننسي. طيب لو اكتر من 2.5 ببدا برضه باللو دوز بين الثيروكسين وهريبيت السويد فانكشن تيست. ده يعني فلو شارت بيبقى يعني ممكن يجي منه حاجات كاي ام كيو كويشنز في different scenarios. يعني ده السامري او الكي بوينتس بالنسبه للثايرويد فانكشن. بعض الارقام النسب اللي اتفقنا عليها مهمه. بعض الريسك فاكتورز ممكن تيجي سنجل بيست انسر. الحاجه الثالثه اللي هي الميديكيشنز في الهايبر ثايرويدزم. تمام البروبايل سايروسي فيرست تريمستر سكند تريمستر كاربوازول عارفين كاربوازول ابيزيا كيوتس البروبايل ثايروسين قلنا ده بتاع الليفر امبيرمنت. تمام دي يعني الموست كومن كويشنز او الكي ووردز اللي ممكن نبقى عارفينها بالنسبه للثايرويد سيرش. تمام معايا يا جماعه ولا بتكلم بسرعه؟ لا معاك يا دكتور. طيب بالنسبه للبيتويتري برضو انا هركز على يعني الموست امبورتنت بوينتس فقط. عندنا الانتيري بيتويتري انكريز اب تو 70% during the pregnancy السايز بتاعها. دي تو ماركت هايبربليزيا اوف بروكتين سكريتنج سيلز. This physiological increase does not result in visual field defect. في منتهى الأهمية الجملة دي. يعني الزيادة اللي بتزيد في حجم البيتويتري الطبيعي ملهاش أي تأثير على الفيجوال فيلد إطلاقا. يبقى ده معناه إن لو بيشنت بريجننت وعندها أي فيجوال فيلد ديفكت ما تقوليش فيسيولوجيكال، لا يبقى ده معناها إن دي باثولوجيكال بروبلم إن ذا بيتويتري اكستندنج تو ذا أوبتيك كاسل. بدليل ان في عندي فيجوال فيلد افكت. اوكي. برولاكتين ليفل انكريز دراماتيكلي ديورنج بريجنسي اب تو 10 فولدز. اند فول تو بريجنسي ليفل ابروز 2 ويكس بوست بارتم ان نون لاكتيتنج وومن. الترانزيت هرمون اند اف اس اتش ار يوزوالي undetectable because of the negative feedback from برولاكتين اند هاي ليفل اوف 6 هرمون. البرولاكتينوما in pregnancy is the most common pituitary adenoma encountered in pregnancy.
The main clinical feature are galactorrhea. طيب نسأل سؤال, الـ incidence of galactorrhea in prolactinoma كام يا شباب؟ كام الـ incidence of galactorrhea في حالات الـ prolactinoma؟ يعني بقى سؤال تاني, هل معنى كل عيانة عندها بروكتينوما لازم يكون فيها عندها جالاكتوريا؟ لا مش لازم. حلو قوي ممتاز, يبقى كام النسبة بقى؟ 30 أو 40%. up to 50% ماشي, يبقى في 50% عندي ما عندهمش جالاكتوريا, لأن في بعض الزملاء حاطين في دماغهم بروكتينوما يعني يلاقي في جالاكتوريا, لا يبقى عندي 50% من الحالات ما فيش جالاكتوريا. Amenorrhea, infertility, and diagnosis usually made prior to pregnancy. The main risk of prolactinoma, the main risk of prolactinoma in pregnancy is visual field defect. And the headache resulting from expansion of the tumor in the pituitary fossa. يعني هنا الاكسبانشن ده بيضرب على بيضغط على الاوبتيك كازما, ولهذا ممكن تبقى البريزنتنج بسيمتوم العيانه دي ديبلوبيا. وتروح دكتور رمض يعمل لها فانتاز يلاقي المشكله. طيب احنا بقى ايه هو طرق او ايه انواع الادينوما؟ بكل بساطه في عندي according to the size, في عندي ماكرو وفي عندي مايكرو ادينوما. هنتعامل معاهم ازاي؟ according to the, عندي اثنين سيناريو هم دول هيفهمونا القصه بتاعه المايكرو والماكرو بروكتينوما. تمام, يبقى انا عندي مايكرو بروكتينوما يعني اقل من 1 سي ام, ماكرو يعني مور ذان 1 سي ام. عيانه جات لي مايكرو بروكتينوما اندر يور كير ات 12 ويك اوف ستيشن, شي از تيكينج دوبامين اجونست بروموكريبتين. ايه الادفايس؟ اتفضلي كده يا دكتوره دينا, ارينا الاوبشنز. A woman with non-microprolactinoma cooks under your care at 12 weeks of gestation. She is taking the dopamine agonist bromocriptin. She should be advised to. طيب لحظة واحدة بس, يبقى مايكرو يعني أقل من كام؟ نفهم كام. مايكرو means less than 1 cm. Okay? What's your options? Stop taking bromocriptin, although this is most likely safe in early pregnancy. Followed by close surveillance with blood test and MRI. Well, stop talking the although it is most likely safe. No further follow up unless she becomes symptomatic. And stop taking bromocriptin and swab to carbaglurine, which she can. Carbaglurine, huh? Safety profile. Stop talking bromocriptin because there are rare reports of serious congenital abnormalities associated with its use, followed by close surveillance with blood test and MRI. طيب مبدئيا احنا يعني عشان نبقى عارفين, طبعا البرولاكتينوما علاجها عندي ميديكال عموما, يعني البرولاكتينوما بكل بساطه عندي ميديكال تريتمنت وسيرجيكال تريتمنت. الميديكال تريتمنت عندنا تو دراجز معروفين, يا اما بروموكريبتين او كابرجولين, صح؟ ايوه. الاثنين افكتيف والاثنين ما فيش اي مشاكل منهم. اذروايز الكابرجولين طبعا احنا عارفين ان هو يعني افكتيف, ولكن مع اللونج ران ممكن يعمل مشاكل على فين؟ مش خدتوه في فارماكولوجي الكلام ده؟ ممكن يعمل مشاكل على الهارت, يعمل فيبروزز في الهارت, ولهذا بنعمل ايكو لو العينه دي ماشيه على كبر جرين فترة كبيرة, لازم نعمل لها ايكو عشان نطمن على الهارت. ماشي؟ فده مبدئيا عندنا ميديكال وعندنا سيرجيكال لعلاج البروكتينوم. طيب هل الـ احنا قلنا مع البريجنسي البروكتين بيزيد 10 فولد, صح لا؟ ايوه. طيب احنا في العيانه اللي عندها مايكرو بروكتينوما ديت, هل هوقف البروموكريبتين ولا نستمر على البروموكريبتين؟ دي عندها مايكرو بروكتينوما. شوف
دي احنا هنوقف البرومو كرياتينين عند عين المايكرو، مايكرو يعني اقل من 1 سي ام، وما عندهاش اي اعراض ثانيه العيان. يعني قلنا احنا قلنا ايه مشكله بس فولو اب يعني بالظبط كده، احنا قلنا ايه مشكله البروكتينوما؟ السايز، كل ما السايز بقى كبير فبالتالي هتعمل بريشر على الاوبتيك كازما والعينه تيجي بفيجوال فيلد افكت وهيدك. طب هي مايكرو صغيره لكن وارد انها تزيد ديورنج بريجنسي، الحجم وارد انه يزيد ديورنج بريجنسي بالافكت اوف بريجنسي. لكن احنا عموما بنعمل ايه في الحالات المايكرو باكتيريوم اللي ما عندهاش اي سيمتومز؟ ان احنا بنوقف البروموكريبتين برغم ان هو سيف ان ذا ان بريجنسي، والعينه دي مش هنعوز لها فولو اب انليس شي بيكام سيمتوماتيك. يعني ايه بقى سيمتوماتيك؟ يعني ممكن البروموكريبتين اتحولت لماكرو وبدات العيان يبقى عندها فيجوال فيلد افكت وبدا يبقى عندها هيديك. تمام؟ ودي اللي هي الاجابه بتاعت السؤال. اتفضلي كده يا Stop taking the bromocriptine, although it is most likely safe in early pregnancy, no further follow-up unless she becomes symptomatic. Once pregnancy is confirmed, her dopamine agonist should be stopped. No prolactin monitoring is required because the risk of complication is low and the prolactin level are normally high during pregnancy. MRI or visual field testing is only required if the woman becomes symptomatic. When breastfeeding has ceased the postpartum, serum prolactin level should be rechecked and the microprolactinoma size reassessed if prolactin level are higher than pre-pregnancy level. Bromocriptine and dabigatran are probably safe in early pregnancy. There's no increased risk of the fetal loss or congenital abnormalities. There is more data on the safety of bromocriptine in pregnancy and it is therefore the treatment of choice at present. حلو قوي. يبقى اللي استفدناه من الجمله دي ان احنا الاثنين سيف دورنج بريجنسي، لكن احنا عندنا يعني احنا يعني كابر بيوم ده ريسنتلي ديسكفر، لكن عندنا كل الداتا بروم كريبتن، وقلت احنا مور فاميليار مع بروم كريبتن ولازم يعتبروا تريننج اوف تشويس ات بريزنت. تمام. واحنا قلنا كابر جولين مشكلته في المفاكير بس اللي بيعمل فايبروز في المايكارديوم، ولهذا لو العينه ماشيه على لونج على الكابر جولين بنعمل لها كارديولوجي ريفيو بتعمل سيريال ايكو كارديولوجي. تمام. This regard to the macro to the micro prolactinoma. What during macro prolactinoma؟ هنا بقى العيانة دي بتاخد دوبامين اجونست وهي macro prolactinoma. macro prolactinoma. تمام. فايه ايه الاوبشنز بقى هنا بالنسبة لنا؟ All women with macroprolactinoma should continue bromocriptin to limit the risk of tumor growth. قلنا لا. طيب. هتوقفوا although this is most likely safe in early pregnancy followed by close surveillance with blood test and MRI. ممكن كده اه. طب ما تشوفوا الاوبشن اللي بعده. Stop taking a bromocriptine, although this is most likely safe in early pregnancy, followed by close surveillance with visual field and MRI only if problem occur. ايه رايك دي ولا دي الاوبشن؟ انا الافضل فيه. هي هيبقى دي هاي ريسك فالمفروض اعملها على طول اعتقد ولا ايه؟ يعني هو هنا بيقول لو البروبلم حصلت بس اللي يعمل كده. ايه الفرق ما بين الاوبشن بي واوبشن سي؟ انه هنا مش هيستنى ان يحصل مشكله. لا مش كده، لا ده كمان هنا في حاجه مهمه، احنا قلنا الموست كومن الموست كومن بروبلم عندي فيجوال فيلد مع البروكتينوما لما تبقى السايز كبير، موست كومن بروبلم فيجوال فيلد افكت، هنا ممكن البيجنت تيجي بريزنتد اصلا بديبلوبيا بمشاكل في الفيجن. ماشي، هنا ما ذكرش الايه الفيجوال فيلد في الاوبشن بي خالص. فبالتالي الاجابه السليمه اللي هي ديت ان احنا العينه ديت هنستوب البروموكريبتين، يبقى احنا البرنسبل بتاع ديورنج برين احنا بنوقف برو او كابر بيقف ما دام ما عنديش سيمتومز، ما دام في ايه بس عشان هي ماكرو متوقع ان ممكن بعد شويه يحصل في سيمتومز، فعايزه كلوز سيرفيلانس ويز فيجوال فيلد اند ام ار اي اونلي اف بروبلم اوف. بس يعني دول اهم نقاط في البيتوتري البيتوتري بروبلمز. انسر از ستوب بروموكريبتين. تمام. وهنا نفس ايه؟
كلام اللي احنا لو اتفضلي كده يا ريم بقى عشان نثبت المعلومات عند الناس. اتفضلي. Stop taking bromocriptine, although this is most likely safe in early pregnancy, followed by close surveillance with visual field and MRI only if problem occur. This is the most commonly used option. Dopamine agonists are stopped once pregnancy is confirmed. These patients require more regular follow-up than women with microprolactinoma during pregnancy in view of increased pressure effect of the tumor. Yes. They require monthly visual field test. And if there are any symptom or an enlarging tumor, MRI should be performed to assess growth of the proctinoma. يعني هو كان قصده اللي هي لو حصلت المشكله يعمل MRI. ايوه احنا الفيجوال فيلد ده الفيجوال فيلد ده محتاجينه لازم نعمل له كلوز مونيتورنج افري مانث. اه تمام. الام ار اي والله لو يعني وين انديكيت انا اشك بدا رعايه الببات هيبقى في مور هيديك ماشي بدا فعامل ام ار اي لو انا شاكك ان في انكريز في السايز بتاع الجروس. ايوه بتاع وصلت لفين. لكن الفيجوال فيلد اللي احنا مشكلتنا كلها في الفيجوال فيلد ده محتاج مانثلي فيجوال فيلد تيست. However, bromocriptine can be used throughout the pregnancy to limit the risk of tumor growth. This pregnant woman will still require monthly visual field test. This option may be used in those deemed to be at high risk. Yes. Women with the macroprolactinoma may also be given the option of continuing their bromocriptine or cabergoline as there is 37% risk of tumor progression during the pregnancy. Although the drugs are not licensed in pregnancy, they are thought to be safe. Women yes. who choose to continue their medication will only need their symptom and visual field monitoring in each trimester. But women who stop them should be assessed monthly. Okay. Mm. يبقى احنا عندنا يعني طبعا هو البيست اوبشن احنا نوقف البرومبتين. يعني لما يجينا في السؤال زي كده اهو تمام؟ يعني هو بادئ في كله ستوب 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 وده البيست اوبشن ان احنا نوقف البرومبت وهنعمل كلوز مونيتور والكلام ده كله. لكن لو جه في السيناريو العيانه وقال لك العيانه رفضت او مثلا هنكمل على وارد يعني ان احنا وارد ان احنا نكمل على احنا قلنا سيف دورنج بريجنسي يعني استخدم برومبت او كبر جولين سيف دورنج بريجنسي متفقين على هذا الكلام بالرغم ان هم نوت لايسنس في الماكرو بكتيروما يعني في جاستيفيكيشن لو في اندوكرينولوجيست فضل ان يكمل عليهم من حقه لان عندي 37 ريسك اوف تيوم بروجريشن ديورنج بس في الحاله دي بقى بنعوز ايه؟ ان احنا لو اشتغلنا على لو استمرنا على برومكريت او كابرجولين بدل ما بنعمل فيجوال فيلد مانسي هنعمله كل تريمستر اف 3 مانسيس بس ده الفرق الوحيد. يبقى لو في السيناريو جه مثلا ان العيانه دي مايكروبراكتينوما وهي كونتينيو على البرومكريبت وكابرجولين ريجاردنج الفيجوال فيلد نعمله افر ترايمستر. ان ايتش ترايمستر. وانس ان هي وقفت البرومكريبتين يبقى لازم نعوزه مانثلي. الجمل دي مهمه لان ممكن تيجي باوبشنز كده كامله. فانت بنشوف الاوبشنز الاول لو هو ما ذكرش انه وقف او ما وقفش يبقى البيست اوبشن ان احنا نوقف. طيب لو في السيناريو قال ان هي عيانه مايكروبكتينوما ومستمره على برومكريبتين ريجاردنج تو ذا اسسمنت اوف ذا فيجوال فيل اللي قلنا ده الموست كومن بروبلم افري مانث افري تو مانث افري سي مانث يبقى افري ترايمستر. خلاص؟ تمام. ماشي الدكتوره رهف موجوده؟ لون. طب اي حد يكمل بقى من الموجودين؟ السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. A woman is screened within a clinical trial and is found to be positive for thyroid peroxidase antibodies but is euthyroid. She opts out of randomization. Opts out. And become pregnant shortly afterwards. By what factor is she at increased risk of preterm labor compared with women
who don't have autoimmune thyroid disease. احنا قلنا من ضمن الريسك بتاع الهايبوثايرويديزم اللي بيزود بتعمل بريتيرم دليفري صح؟ اه هو عايز قد ايه؟ هاو ميني؟ 1 تو 1.5 لا زوديها شويه. يعني احنا ما ذكرناهاش في البرزنتيشن ودي بقى اهميه الاسئله. يعني 2 تو 4 فولد؟ هي 2 تو 4 فولد. احنا اهميه الاسئله يا جماعه ان ممكن حاجات تبقى بيزد اثناء الدسكشن. ولهذا انا قلت لكم على موضوع الاسئله ده بس حاسس ان انتوا ريلاكتنت فيه قوي. المهم 2 تو 4 فولد ده الستادز يعني شون او سجست ايه ثايرويد وومن اوتو اميون ثايرويد ديزيز هاف 2 تو 4 فولد انكريز ريسك اوف بريتيرم ديليفري. اوكي؟ طيب نكست كويستشن. What proportion of pregnancies are affected by gestational hyperthyroidism? دي قلناها دي في البرزنتيشن موجود. One to three percent. ده موجودة في اللي قلناها. كانت 2 كانت تقريبا 2%. 1 to 3%. اوكي؟ أكمل؟ لا اتفضل. What is most common benign tumor in females? البريست فايبر وادينوما. موست كومن بريست فايبر وادينوما. الموست كومن اللي تراين ليوما يوما. انا مش شايفاه اللي تراين ليوما يوما. الفايبرويد. ايوه يس. A woman is diagnosed with hyperthyroidism as part of fertility investigations and opts to have treatment with radioactive iodine. What is the immune time she should delay? 6 months. Yes. سهلة جدا. 6 months. Okay. Another topic هتكلم عنه أزمة in pregnancy. أزمة it's chronic inflammatory disorders characterized by reversible airway obstruction that varies over time and will be exacerbated by allergen, exercise, or infection. The main symptoms are cough, wheeze, and breathlessness. Prevalence of asthma in pregnancy 4 to 12%. نسبة مهمة. عشان كده it is the most common chronic condition in pregnancy. Prevalence is 4 to 12. طبعا هو السؤال لو جه في الاكزام هيبقى the prevalence of asthma pregnancy is up to 12%. عشان كده دي يعتبر the most common chronic condition in pregnancy. Both asthma and pregnancy can affect each other. Good asthma control in pregnancy is critical. In total, about 11 to 18% of women will have at least one visit to the emergency department because of their asthma. And approximately 2/3 of these women will be admitted to the hospital. Effect of pregnancy on asthma. Severity of asthma in pregnancy. إيه اللي بيحصل في الأزمة during pregnancy? Third, unchanged, third, improved, and third, deteriorated. في حالات السفير أزمة وخاصة لو هي العيانة كانت unplanned pregnancy وكان عندها السفير أزمة وحصل unplanned pregnancy بيحصل deterioration in about 60% of the cases than in the mild disease. ولهذا مهم جدا العيان دول لازم يبقوا good preconception counseling to avoid unplanned pregnancy. وقالوا البريجننسي ان ذا بير ديسكنترولد. ان سيفير ديزيز بيحصل مور ديتوريشن during the pregnancy about 60% of the cases. This 60% dropped to 10% in mild disease. There is some evidence that the course of asthma is similar in subsequent pregnancies. Time of exacerbation مهم جدا.
ان بيحصل اكسسربيشن بين 24 and 36 week of gestation. However, symptoms may improve after 36 week of gestation. Respiratory viral infection يعتبر the most frequent trigger of exacerbation بنسبة 34% followed by poor adherence to inhaled corticosteroid therapy 29%. يعني لما يجينا سؤال في السنجل بيست انسر عيانة asthmatic during the pregnancy what is the most frequent triggering of exacerbation ويعطيك حاجات كتيرة خمس ست حاجات ال most triggering viral infection ولهذا تملي تلاقي البيشنت اللي هم الازماتيك في المواسم مثلا لو حد قاعد مثلا في مكه كده زي حالات مثلا في ال بتبقى في بقى جنسيات مختلفه في الفتره دي فكل الناس تصاب بفيرال انفكشن العيان ازماتيك تلاقي كل الطوارئ في المستشفيات كلهم عيانين ازماتيك على ديبلايزر ليه؟ لان ده الموست كومن تريجرنج ايجنت of exacerbation, respiratory viral infections. Followed by poor adherence to inhaled corticosteroid therapy, 29%. Increased cortisol level in pregnancy may protect against inflammatory triggers. Increased bronchodilator substance like progesterone may improve airway responses. While increased in bronchoconstrictive substance like prostaglandin F2 alpha may promote airway constriction. Effect of asthma on pregnancy, poorly controlled asthma, بيبقى معاها risk للمذر والفيتس. Asthmatic woman at more risk of low birth weight, fetal growth restriction, preterm delivery, hypertension in pregnancy, delivery by cesarean section. If asthma is well controlled throughout pregnancy, there is little or no increased risk of adverse maternal or fetal outcomes. Pregnancy should be an indication to optimize the therapy and maximize lung function in order to reduce the risk of acute asthma attack. طيب نخش على الفلو شارت ده وده الكويستشن بتاعت الاكزام بتيجي من هنا. يبقى النسب اللي انا قلتها في الاول دي كسنجل بيست انسر مهمه جدا. هنا دايما يعني لو انتوا حد فيكم بيتابع الريبورتس هيلاقي كل الاسئله بتاعت برونكا الازمه جايه من الفلو شارت ده. ان احنا ازاي بنعالج المانجمنت بتاع الازمه ديورنج بريجنسي بمشروع ب 5 ستيبس. طب السؤال بيجي شكله ازاي في الاكزام؟ ان هو بيجيب سيناريو من دول انت تبقى عارف الخطوات ستيب 1 بندي فيها ايه؟ ستيب 2 بندي فيها ايه؟ ستيب 3 بندي فيها ايه؟ ستيب 4 بتاخد ايه؟ ستيب 5 بتاخد ايه؟ accordingly how to understand this table so you can understand the patient at any station now. يعني عيانه مثلا هيجيب السيناريو ان عيانه دي ازماتيك وابتدينا نديها inhaled steroid 2 to 800 microgram او 400 microgram تمام من الايه inhaled steroids. But the patient not improved. هنضيف ايه؟ ايه اللي هيتضاف؟ يبقى مباشرة أنا go through to step 3. يبقى أنا بفهم الخطوات ديت أنا هعرف العيانة دي في أي station وعشان هي not improved يبقى أنا go through to the next station to the next step. بمعنى أنا عندي step 1 mild intermittent asthma. العيانة دي enough ليها inhale short acting beta 2 agonist. Short acting. طيب العيانه خدت inhale the short 2 short beta 2 agonist و not improved. يبقى اخش على السكند ستيب. ستيب 2 ان انا هضيف inhale the steroid. من 200 ل 800 يعني بيقولوا 400 مايكرو جرام از ان ابروبريت ستارتنج دوز فور ميني بيشن. طيب نسمع الاذان بس كده دي.
تمام يا شباب؟ فاللي يبقى البيشنت اللي خدت انهيلد شورت اجونست بيتا 2 اجونست وخدت 400 مايكرو جرام كورتيكوستيرويد اند نوت امبروفد وات از ذا نيكست اكشن؟ نيكست اكشن جو ثرو تو ستيب 3. ايه اللي بنضيفه لستيب 3؟ ان انا بضيف بقى اللونج اكتنج بيتا 2 اجونست اللي هي اللابا، تمام؟ وبعدين اسيس كنترول اوف ازما. جود ريسبونس تو لابا كونتينيو لابا لونج اكتنج بيتا 2 اجونست. بينيفيت فروم لونج اكتنج بات كنترول ستيل ان اديكيوت، في عندي بينيفيت لكن كنترول نوت ان اديكيوت، كونتينيو لابا اند انكريز ان هيل ديسترويد فروم 400 تو 800 اف نوت اوريدي اون ذيس دوز. طب نو ريسبونس، يبقى انا كل ده انا ماشي حسب السيناريو اللي هيجيني. نو ريسبونس تو لابا، خلاص نو ريسبونس يبقى ستوب. وهزود انهيل ديسترويد تو 800 مايكرو جرام بير داي. اف كنترول ستيل ان اديكيوت يبقى هخش على ستيب 4 على طول. يبقى كل ده ممكن يجيني في ديفرنت سيناريوز. فبالتالي بليز التيبل ده لابد ان يكون كلير تو افري بودي. يبقى بنبدا بالشورت اكتنج بيتا 2 اجونست. ستيب 1 ان مايلد انترميتنت ازما. هو زي ما بقول لك السيناريو بيجي بالطريقه دي في الاكزام. هيقول لك ابتدينا بشورت 2 اجونست وادينا كورتيكوستيرويد 400 مايكرو جرام، يبقى اداك فيرست وسكند ستيب مع بعض. والعيانه نوت امبروفد، وات از نيكست؟ نيكست ان اضيف اللابا. طب لو قال لي في السيناريو ان ضفنا اللابا والعيانه جود ريسبونس يبقى كونتينيو، يبقى كونتينيو وهزود الدوز بتاع الكورتيكوستيرويد من 400 ل 800 لو هي اصلا مش على هذه، مش اف نوت اوريدي اون ذيس دوز. طب ادينا اللابا وقال لك نو ريسبونس، خلاص هوقف اوقف خلاص نو ريسبونس تو لا باي باي، وات ذا بينفيت؟ بس هعمل ايه لو هي كانت ماشيه على 400 مايكرو جرام كورتيكوستيرويد؟ انا هزود الى 800 وهخش على ستيب 4 حسب الاوبشنز اللي موجوده قدامك. ستيب 4 يعني هعمل ايه؟ يعني هزود الانهيل ديسترويد الى 2000 مايكرو جرام بير داي، وممكن نضيف بعض الليكوتراين ريسبتور انتاجونست
او السلو ريليز سايوفيلين اند بيتا 2 اجونست تابلت مش انهيلر. يبقى دي في ستيب 4. طب لو لقينا في السيناريو اللي انا خدت الكلام دوت ونوت امبروفد، يبقى ده كله ده معناه بريزيستنت بور كنترول، يبقى محتاجين بقى ندخل على اللاست ستيب اللي هدي فيها الكورتيكوستيرويد تابلت. يبقى انا همنتين الانهيل ديسترويد 2000 وكونسيدر اذر تريتمنت تو مينيمايز اليوز اوف ستيرويد تابلت. ان انا ممكن اضيف تابلت هنا، هنا يوز ديلي ستيرويد تابلت. يبقى لما نقول العينه دي واخده وخدت الستيرويد تابلت معناها ان انا في ستيب 5. وطبعا دي محتاجه ان لابد كل طبعا دوت محتاج ايه ان كونجنكشن مع ال ذا سبيشاليست اصلا. بس ده انا بقول لكم طريقه السؤال في الاكزام بتيجي ازاي في التيبل ده. فلازم تبقوا فاهمين الفيرست ستيب يعني ايه؟ اللي بيتاخد فيرست ستيب، سكند ستيب، ثيرد ستيب، فورث ستيب، فيفث ستيب. ما ذكرناش كلمه تابلت غير في ستيب 4 وستيب 5. ستيب 4 بالنسبه للبيتا 2 اجنس تابلت. لكن استيرويد تابلت في ستيب 5 اونلي. واضح يا جماعه التيبل ده؟ الو دكتور، هي ستيب 5 بيدي الاسترويد تابلت واسترويد انهيليشن برضو؟ اه اتنين مع بعض. الاثنين مع بعض. الفكره ايه؟ ان انا يعني كل ما انا يعني التابلت دي طبعا هاي ريسكي وبتعمل دايابيتس وبتعمل هايبر تنشن ومشاكل اوستيوبروس. فاحنا لما بندي اللوست دوز ومن كده الهاي دوز كده ما إيه؟ مش محتاج كميه كبيره من التابلت. ماشي؟ وطبعا دي في ستيب 5 لازم دي ريفير بيشنت تو سبيشاليست سنتر سبيشاليست كير. السؤال موستلي بيجي في ستيب 3 على فكره. امتى بنضيف اللونج اكتنج اللابا؟ بعد الشورت وبعد الايه 400 مايكرو جرام من الكورتيكوستيرويد. النكست اكشن انا هضيف اللابا. لو حابب بقى يضيف ويعني يعمل موديفيكيشن للسؤال، طب ضفنا اللعبه وحصل ايه؟ يبقى اكوردنج ليه الكلام ده اللي هل كنترولد او ان كنترولد، يبقى انت تبقى فاهم القصه دي. لو ان كنترولد بوقف اللعبه وبزود الدوز بتاع الكونتكستور اب تو 2000. يعني موست السؤال بيبقى في النقاط دي بالنسبه للبرونكيال ازمه. طب ممكن نصلي المغرب يا شباب كده و10 دقايق بريك ونكمل ان شاء الله. اوكي ماشي دكتور. اوكي.